الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج رحمه الله تعالى أنه قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للقراءة. هذا الأثر الذي رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أثر عظيم، يبين الحالة التي كان عليها السلف مع الأذان. ابن جريج رحمه الله تعالى هو من تابع التابعين، وهو يتكلم عن من كان قبله من التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للقراءة، أي أنهم ينصتون للأذان كما ينصتون لقراءة القرآن. وكل هذا من باب التعظيم لهذا الأذان، ولا شك أن تعظيم القرآن أعظم، ولكن هذا التشبيه لا يراد منه المماثلة من كل وجه، وإنما المراد أنهم كانوا يعظمون الأذان كما كانوا يعظمون القرآن في الإنصات والاستماع. وهذا يدل على عظمة هذه العبادة وهي الأذان، ولذلك المسلم عليه أن ينصت عند سماعه للأذان ويقول الأذكار الواردة حتى يفوز بالأجر العظيم. كلها دقائق معدودة، دقيقة أو دقيقتين، ولكن الذي ينتشر عند الناس اليوم أنهم يسمعون الأذان ولا يبالون به، فتجدهم يتكلمون فيما كانوا يتكلمون فيه ولا يقطعون الحديث، ويفوتون على أنفسهم أجرا عظيما. فالإنصات للأذان عبادة، وأيضا قول الأذكار التي وردت في الأذان عبادة أخرى. فالإنسان لا يفرط في هذه الفضائل العظيمة، فهي فضائل وقتية إذا ذهبت لا تعود. فمثلا أذان صلاة العشاء، إذا ذهب هذا الأذان ولم تنصت ولم تقل الأذكار الواردة فيه ذهبت عليك هذه الفضيلة، ولكن بقيت فضائل أخرى إن أمد الله في عمرك في أذان آخر، ولكن الأذان الذي سبق فات عليك. ولذلك هذه فضائل وقتية الإنسان لا يفرط فيها، دقائق معدودة، استمع للأذان وردد مع المؤذن وقل كما يقول وقل الذكر الوارد، تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتفوز بمغفرة الذنوب إذا قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. أذكار يسيرة وأعمال يسيرة وأجورها عند الله عظيمة، ما يضرك لو صبرت دقيقة أو دقيقتين تستمع للأذان. فلذلك الإنسان لا يحرم نفسه هذه الأجور العظيمة، وأيضا هو مأجور لو عظم هذه الشعائر بإنصاته: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نقل أكثر من واحد عن ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان يقطع كل الكلام، ويقطع حتى دروس العلم إذا أذن المؤذن، وإذا جاءه أحد يسأله حتى يعني إذا جاءه سأل وقت الأذان أوقفه عن السؤال، فيقول له انتظر انتظر، فيقال له رحمه الله: يعني ماذا الحرص على هذا، يعني الترديد والإنصات مع الإنصات للمؤذن والترديد معه؟ فيقول رحمه الله تعالى: فيه فضل عظيم، قل فيه فضل عظيم، فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تربية من الشيخ رحمه الله، تربية للناس، هذا أجر عظيم وفيه الشفاعة مع أنه وقت يسير. فلذلك يا عباد الله علينا أن نحرص كما حرص السلف رحمهم الله تعالى على الاستماع للأذان والإنصات له والترديد معه حتى نفوز بهذه الأجور العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم منها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.